شكرا لك بهاء. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة وللعمل الإنساني يمكن اللي برز في ظل الأزمة بشكل كتير أكيد كبير. نور، مساحتنا لليوم هي مع العمل الإنساني وفريق شبابي التطوعي عزز وجوده بهالميدان بعدد من المبادرات يلي أطلقها واستهدفت الأطفال الأيتام ضمن مراكز الإيواء. أكيد سلمى راح نسلط الضوء على أنشطة فريق خطوة التطوعي بمحافظة حمص ونتعرف على أبرز نشاطاته وفعالياته مع هيا صافي عضو مجلس إدارة في فريق خطوة، ضياء العريضي مدير ومؤسس فريق خطوة، نور شمة نائب عام في فريق خطوة. يسعد صباحكم و يعني اهلا الحمد وسهلا لله على فيكم. السلامة. الله الله يسلمك يسلمك يا يا رب، رب. يسعد شكرا. صباحكم. ضياء خلينا نبلش معك بما انك مؤسس الفريق، تحكي لنا شوي لمحة عن اعمالكم وعن الفريق. تمام. الفريق تأسس تقريبا من 8 أشهر تقريبا، كان كمبادرة بسيطة بلشت فيها بمكان ما بمناسبة عيد الأضحى. هلا يعني أشرفين على الذكرى السنوية لتأسيس الفريق تقريبا. كان عبارة عن أوبن دايز بسيط لأطفال أيتام هني مانو مستهدفين من قبل جمعيات خيرية من قبل، هني فعلا كانوا بحاجة إنه لحد يكون معهم بالعيد. فبلشت مع 4 أو 5 صبايا تقريبا وشباب جامعيين، أنا عمري 17 سنة تقريبا. الشباب أول شيء تفاجأوا بالفكرة، شجعوني عليها إني أشتغل إني بادر بالموضوع، وفعلا خططنا وقتها للموضوع إنه نحن نعمل شيء بالعيد. حتى كان تمويل النشاط من أعضاء الفريق كلياتهم، استهدف النشاط ما يقارب 450 طفل تقريبا. كان عبارة عن ألعاب حركية، نشاطات، رسم، حتى كان في فطور مقدم من أعضاء الفريق. بعد هيك المبادرة كبرت لتكون استمرارية دائمة، بلشنا نعمل مبادرات على نطاق أكبر، أعداد الفريق كبرت أكثر وأكثر، صار اسم الفريق ينسمع على الصعيد المجتمعي بشكل كثير بلشتوا ضخم. يمكن على مثل اسم الفريق خطوة بخطوة، تماما يمكن لكبر هيدا المشروع. تمام. هون حتى كمان بلشت اهدافنا تكون مركزه اكثر، انه احنا على شو عم نشتغل. هلا انا على الصعيد الشخصي انه الاوبنديات او النشاطات الترفيهيه ما بعتبرها هدف رئيسي او هدف اساسي عندي بالفريق. النشاط او الاوبندي اللي بعمله هو وسيله بس للتعارف على الطفل ما اكثر. نحن كاشخاص بنسعى لتاسيس مجمع تجاري ضمن محافظه حمص. هذا المجمع فيه كافة المهن اللي هي ممكن يشتغلوا فيها فئة الشباب الأيتام من هني. يعني احنا بدل ما نعطيهم مصاري وهاي المصاري تخلص نعطيهم تخلص هاي المصاري، لا نحن بنأمن مورد مادي، مشروع بسيط ممكن يستمر معهم لمدى حياتهم. طبعا هذا المجمع هو حاليا عم ينشغل عليه من قبل كتير عالم، يعني عم يساعدونا على الفكرة. الفريق بلش تقريبا ذكرت لكم ب5، صار 15 30، هلا 250 شب وصبية تقريبا. نعم. طبعا بدي اذكر انه كثير 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 ما بس شوي واجهنا صعوبات بالفريق، تمويل ما في، كان مكان ما في لاجتماعاتنا. رغم هيك كثير توقعوا عالم اني وقف الفريق، اني استسلم للموضوع، بس كانت الاراده وكانت اني اصراري على اني اعمل بصمه بالمجتمع هو الهدف الأساسي لإلي. كتير وقعت وكتير عالم أحبطوني كتير ما بس شوي، بس بس لليوم قديش فعلا يعني يمكن انه عالم مثل ما قلت احبطتك ويمكن ما دعمتك بشكل كبير كبير، بس عملت خطوة كتير مهمة لما تقول مجمع تماما في منطقة في مدينة حمص اللي تعرضت لإرهاب لفترة زمنية تماما طويلة، اليوم عم تنهض بشكل كتير كبير مع شباب مثلكم صغار. اليوم انتوا اجيتوا من حمص لتعرفونا عن مشروعكم اللي عم تشتغلوا فيه على مدار ال 24 ساعة. خلينا نحكي معك، هيا مجمع مثل هذا قديش بيكون في له تحضيرات؟ قديش في بيكون يمكن في أجواء مغيبة على عين المشاهد، بس هي فعلا تحضيرات ومجهود كتير كبير عم تقوموا فيه، خصوصا أن تكون طلاب جامعة وأعمار صغيرة، بس الخطوة الصغيرة صارت خطوة كتير كبيرة. خطوة كتير كبيرة وعم تكبر 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 تكبر. هلأ نحنا هذا المجمع نحنا بدنا نحاول يكون ضامن عدة فئات من الأعمال، خياطة، نجارة، يعني كذا قصة تقدر تخلي الأطفال الأيتام عن طريقه أنه يصيروا شيء هني ممكن يكون عندهم خجل.
مشان يقدروا يتعاملوا مع كافة فئات المجتمع، نكسر هذا الحاجز تبع الخجل من الأطفال ويكونوا شيء بالأيام، أنه طلعوا من سنة 18 أنه هني معهم مهنة أو يعني بإيدهم شيء أنه يقوا فيه. أكيد. يعني نورة كمان يمكن الدعم النفسي هو جزء من حل مشاكل كتير كبيرة لأيضا لأي شريحة بتدعموها سواء الأيتام أو أي شريحة تانية. تحكي لي يمكن عن طريقة عملكم، كيف تشتغلوا، كيف تنسقوا الأدوار بين بعض؟ هلأ بما أني أنا نائب العام لفريق يعني فريق خطوي، فأنا بحاول نسق بيناتهم. ممكن مثلا أنه ما بعرف إذا عرفتي كمبادرات، عملنا مبادرات، عملنا أوبن داي. نحن يعني عم نكون روح وحدي، يعني عملنا كتير أوبن داي، رحنا مراكز إيواء. يعني تقريبا كل فعالية كيف بيتقسم الفريق، قد العدد، كيف بيكون في تنظيم عمل بيناتكم؟ يعني تقريبا انه قبل ما نبلش بالشغل، يعني نبلش تحضير قبل بشي شهر. في طبعا بيكون في فريق تنظيم، فريق خاص بالمهارات، فريق خاص بالانشطه الحركيه، يعني كل انه يعني مجموعه انه مهتمه بموضوع معين، بحيث وقت نروح للمبادره او الاوبن داي فنكون كل واحد انه موجود بمكان المخصص. ويعني هاي تقريبا. طيب ضياء، خلينا نحكي معك، قديش لسه في عندكم تحضيرات ليتم تكميل المجمع لتكون الخطوة الكبيرة كاملة على أكمل وجه؟ قديش فعلا في عندكم مسؤوليات كتير كبيرة لما نقول نحن أعمار صغيرة 17-18؟ يعني حضرتك مدير الفريق ويمكن أصغر واحد بالفريق. أنا أصغر واحد بالفريق، يعني ما في حد 18، كلياتهم من 23 وفوق تقريبا 23. مراحل الفريق كتير كبيرة لنقدر نوصل للمجمع التجاري. انا بصراحه ما يعني ماني من الشاب اللي فورا بطمح اني انا اوصل للدرجه العاليه فورا، فانا بحب امشي بالتراتبيه، مرحله 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 مرحله. يعني مرحله المجمع ما انا سهله وما انا يعني بالامر السهل اني انا اوصل له فورا. اليوم الفريق لازم يكون عنده خبرات لحتى يقود هيك مجمع، لازم يكون في عنده قدره كامله، يعني عنده خبرات كافيه لاداره مجمع من 12 طابق تقريبا، تنسيق بين لجان المهن تبعه. حتى انا غير هدفي اني انا اعطي مهني لهذا الشاب، انا كفريق خطوي نحن عائلي تقريبا بين بعض. انا بحاول اني انشر موضوع المحبه والسلام بين اعضاء الفريق، ما يكون اجتماعنا فقط للعمل، لا، هو ممكن يكون لعائلي، ما في حد صار معاه مشكله فينا الا ما كنا كلياتنا ايد وحده معه او اعتاز شيء. فانا واعضاء الفريق بنحاول انه يكونوا هدول الاطفال الايتام هن جزء كبير من عائلتنا. فحاليا هذا الشيء اللي عم نشتغل عليه، لحتى نحن انا هلا عدد الفريق 250 حد، فانا مقسمهم لجروبات مجموعات، كل مجموعه مستلميه عدد منيح من الاطفال عم ينشغل معهم. في مراحل برنامج مهارات الحياه، هذا البرنامج ليتمكنوا منه من موضوع العمل الجماعي، من موضوع قياده الفريق، التخطيط لمشروع، اذا ما هن خططوا للمشروع او للمقر اللي بدهم ياخذوه ضمن المجمع ما راح يقدروا يوصلوا لموضوع المجمع. أكيد. انه هن يستلموه ويكونوا بادارتهم وباشرافهم. يعني كمان ضياء، يعني مثل ما قلنا انت اصغر حدا بالفريق، كل الصبايا طلعوا لما قلت 23 وفوق بلا ما تذكر الأعمار، بعدين بتتحاسبوا عليها بعد الهواء. خلينا نحكي يمكن التعامل مع أطفال صغار كمان بده آلية. هل في حدا عم بيساعدكم مثلا، مختصين بهذا المجال، يمكن داعمين، أساتذة، دكاترة أو أخصائيين نفسيين، هل عم تخضعوا لدورات لهذا الشيء؟ نحن غير أنه متطوعين بفريق خطوي، إحنا متطوعين بجمعيات خيرية، يعني أغلبيتنا متطوعين بجمعية البر والخدمات الاجتماعية. عندكم خبرة سابقة بهذا الموضوع؟ تمام، خاضعين لدورات كتير مكثفة بمجال الدعم النفسي والاجتماعي وبمجال برنامج مهارات الحياة. يعني أنا قبل ما أسس فريق خطوي أنا متطوع من 5 سنين بجمعية البر والخدمات الاجتماعية، إضافة لأعمال. يعني قد كان عمرك وقتها؟ 13 سنة. 13 سنة. طيب خلينا بالختام، يمكن معنا دقيقة، كلمة من أعضاء الفريق بتحبوا توجهوها لكل اللي عم يشوفونا ولأهالي حمص إذا بتحبوا. تمام، انا بصراحه حابب وجه شكر لاشخاص فعلا دعموني وكانوا معي كل لحظه. حابب وجه الشكر لاخ وصديق فعلا كان معي ودعمني حتى وصل لهون، هو الاستاذ علي باكير. هو شاب يعني طموح وكان معنا خطوه بخطوه بالفريق. حابب وجه شكر كمان لوالدتي اللي هي قبل ما اطلع على الهواء بتعطيني ملاحظات. اكيد بنوجه لها تحيه لانه
عندها هيك ابن، فبنوجه لها تحية أكيد. سلامي يا رب، خليك. تفضلي هيا. أنا بدي أتشكر طبعا ضياء على إصراره وعلى جهده يلي يعني نحن هو بيعطينا القوة، وبالرغم من صغر سنه بس جد هو إنسان يعني عنده طموح وعنده انه هو انه بدنا نعمل هيك، حتى لو وقعنا انه بدنا نمر كثير بمطبات، بس يعني انه حتى لو شو ما صار بدنا نكمل لحتى نقدر نرسم بسمه على وجوه الاطفال الايتام. نورا تفضل. كمان مثل ما ذكرت هيا انه انا بدي اتشكر اول شيء ضياء على هالروح الحلوه اللي عنده، وبدي اتشكر كل اللي دعمونا واللي عم يكونوا واقفين معنا لحتى نقدر نكون اكبر يعني، و شكرا لكم كمان. شكرا لك، شكرا لكم. اكيد بس تفضل. نوجه شكر بسيط لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة حمص اللي كانوا الدور الاساسي بعملنا. احنا فريق مانو يعني ما يعني بلشنا بترخيص بسيط، موافقات بسيطة، بس منحونا تسهيلات لحتى نكون بشغلنا على الارض. بحب وجه شكر كثير كبير للاستاذ وسيم سعد الله الصغير والاستاذ طلال البرازة محافظ حمص لتساهلوا معنا وإيمانوا بالفكرة اللي احنا عم نشتغل عليها. أكيد بدنا نشكر وجودكم معنا اليوم وموفقين بكل الخطوات القادمة بعملكم. شكرا لكم. أكيد بدنا نشكركم، شكر كتير كبير للفريق، ورح نكون معكم خطوة بخطوة، أكيد رح نسلط الضوء على جميع نشاطاتكم. شكرا كثير لكم. نور.